دكتور خطاب، ليه الـ يعني قد يصعب، مش يصعب التشخيص، ولكن الناس بتروح لدكاترة تانيين، بيروحوا دكتور باطنة وكل حاجة، بس لا يتخيل ان عنده مشكلة غدة. فين وفين لما التشخيص يتقال ان اعمل لي تحليل غدة؟ ليه ما بيجيش على طول انه في مشكلة في الغدة؟ بنتخيل يعني. انا هاخد من كلام الدكتورة رشا واقول انه لو تخيلت حضرتك اللي ماشيين في الشارع في منطقه مثلا من العالم زي مصر، نسبه او يعني ما عندناش نقص يود الحمد لله، لو تخيلتي ان على الاقل 5% من الشعب عندهم مشاكل في الغده، وعلى الاقل 5% اخرين عندهم مشاكل في الغده وما يعرفوش ان عندهم مشاكل في الغده، يعني خليني اقول رفلي كده بالتقريب 10% من الذين يمشون في الشوارع عندهم اختلالات في وظائف الغدة الدرقية، يا إما هبوط أو كسل أو نقص في الإفراز أو العكس زي ما قالت الدكتورة رشا زيادة الإفراز. صعوبة هذه المشكلة إن أعراضها لو خدنا مثلا كسل الغدة الدرقية اللي هو اللي يمكن أكثر شيوعا في الستات، أعراضه قد تكون غامضة، يعني أعراض تفسر تفسير سطحي، إرهاق، إجهاد، تعبانة، بطلانة، ما بحسش، مكتئبة، دهون الدم عالية، الدورة الشهرية متلخبطة، الحمل متأخر، ضربات القلب بطيئة، وبالتالي الإمساك، الجلد ناشف، الشعر فيه مشكلة، وبالتالي الأعراض بنقول عليها، مش عايز استخدم تعبيرات فنية، إنما أقول إيه، نون سبيسيفيك، غير المريض واضحة غير دقيقة. المريض الذي يشكو من ألم شديد في الصدر سيتجه مباشرة لطبيب القلب. المريض الذي يشكو من ضيق في التنفس مثلا أو كحة، أول ما هيتبادر إلى ذهنه أن يتجه لطبيب الصدر. المريض اللي ركبه بتوجعه هيروح لطبيب العظام او الروماتيزم. طب المريض المرهق اصله اجهاد عمل، اصل حالته النفسيه، اصل المزاج متعكر، وبالتالي عدم تحديد الاعراض، عدم وضوح الاعراض هو السبب. المريض احيانا تجي له مشاكل في الغده واول من يكتشفه مثلا طبيب القلب، وده بيحصل لما يبقى فيه اختلال في كهربة القلب، يا إما انخفاض في معدل ضربات القلب أو تسارع وعدم انتظام على حسب الغدة نشيطة أو كسلان. المريض أحيانا يتجه لطبيب الجهاز الهضمي لما يكون عنده إمساك أو عندها إمساك، واخد بال حضرتك. وبالتالي يمكن فايدة لقاء مثل هذه اللقاءات إن احنا بنبلغ رسالة للمشاهد إن في حاجة اسمها الغدة الدرقية اللي ربنا خلقها أساسا عشان تبقى محطة للهيمنة أو لتنظيم أو للتحكم في عملية إنتاج الطاقة في خلايا الجسم كلها. يمكن حضرتك مثلا لما نضرب مثال ونقول هرمون زي هرمون الإنسولين اللي طالع من البنكرياس يروح للكبد ويروح للنسيج العضلي ويروح للنسيج الدهني مثلا، إنما هرمون الغدة الدرقية بيسيطر على الكلمة اللي قالتها الدكتورة رشا من شوية، الأيض أو التمثيل الغذائي أو الميتابوليزم أو الشغل أو إنتاج الطاقة في الجسم كله. وبالتالي أعراض اختلالات الغدة الدرقية بتبقى أعراض عامة وتؤثر على الجسم كله. دكتورة رشا، ليه الستات زي ما الدكتور قال الستات أكثر إصابة بالغدة، بأمراض الغدة الدرقية، سواء الكسل أو زيادة النشاط؟ الحقيقة مفيش حاجة معينة بتبين إذا كان فعلا الستات هي أكتر مفيش إصابة أرقام ولا مثلا؟ لا طبعا هو الستات أكتر بكتير فعلا، بس دلوقتي بقينا بنشوفها برضك بكمية في الرجالة. المشكلة اللي أنا بس عايزة أنوه عليها والملحوظة اللي لازم كل ست تاخد بالها، بالذات الفترة اللي ست فيها بتتجوز وقربت تدخل على حمل، لازم تعمل تحليل غدة درقية. يمكن دلوقتي دكاترة النساء ابتدوا يطلبوا التحليل دوت، بس للأسف بلاقي فعلا دكاترة ومرضى بيجوا حامل في الشهر الأول والتاني، وفين لما دكتور النساء أو دكتورة النساء طلبت منها تحليل الغدة؟
لو طلع فيه كسل في الغدة والأرقام بتاعت التحليل عالية، للأسف ده بيأثر على بالسلب على الجهاز العصبي للطفل. فبنفضل طبعا ده خطر جدا طبعا. وبيأثر على ذكاء الطفل كمان. فكلما كان التحليل قليل كل ما ده كان احسن بالنسبه. حتى بنطلب ان احنا ننزل بارقام التحليل لارقام قليله اقل من الرينج الطبيعي او الرقم الطبيعي اللي احنا بنعمله لكل الناس في الحوامل بالذات، بننزل اقل من 2.5 علشان نحافظ على ذكاء البيبي. فاحنا بنطلب من السيدات اللي هم في بدايه الحمل او في استعدادات الحمل ان هم يعملوا تحليل غده، بيطلبوا مريض طبيب امراض النساء علشان نعرف، عشان ده مهم جدا بالنسبه لصحه الطفل. طبعا بالظبط. حضرتك قلتي جمله مهمه جدا في الاول، ان امراض الغدد بتاثر على حياه البني ادم وتخلي عنده، وهو ده بقى سؤالي، ايه الامراض يعني اللي ممكن تنتج عن ايهما اخطر الاول، كسل الغده ولا نشاط الغده يا دكتور؟ الرمضاء ام النار؟ يعني من الرمضاء الى النار، من الرمضاء بالنار. ما اقدرش اتكلم على ايهما اخطر. هل يا ترى كسل الغده الدرقي اللي ممكن اذا اهمل، ونتمنى انه ما يوصلش لهذه المراحل، ياثر مثلا على الغشاء المغلف للقلب ويعمل تجمع مائي ويعمل مشكله كبرى طاحنه؟ هل يا ترى نتكلم على مرض ممكن يعمل اكتئاب، وممكن مرض يعوق الحمل عند السيدات، او يعمل اضطرابات في الدوره الشهريه، ونقارنه بمرض مثلا نشاط الغده الزائد اللي بيخسس الوزن ويخلي الشخص عصبي ومتوتر وعنده رعشه وعرق كتير وبيعمل اختلالات في ضربات القلب مثلا؟ هذا السؤال من الصعب اجابته. طب يعني خلينا نسال، زياده نشاط الغده يؤدي الى ايه الامراض اللي بتنتج من زياده نشاط الغده دكتوره؟ بصي، وانا تكمله لكلام استاذي دكتور محمد، ان انا عايزه اقول ان احيانا التهاب الغده بيجي بشكل بسيط جدا، يعني ممكن يحصل نشاط وبعد كده يتحول لكسل وبيخف لوحده حتى من غير علاج. صحيح. وممكن يكون بسيط جدا، التهاب مؤقت، وممكن يكون بشكل مزمن، نشاط بشكل مزمن اللي بنسميها الغده السامه، او كسل بشكل مزمن وهو مرض الهاشيموتو. ده بيكون فيه أجسام مضادة بتهاجم الغدة الدرقية، وبيكون حالات دي وراثية. الحقيقة هي دي الخطر، لأن ده مرض مزمن بيلازم البني آدم فترة طويلة. أنا من وجهة نظري، يمكن تختلف شوية عن وجهة نظر دكتور محمد، إن الغدة النشيطة بالنسبة لي أو بالنسبة للعيان، أنا ببقى قلقانة على العيان أكتر، بتبقى أخطر شوية، لأن التحكم فيها بيكون صعب وبياخد وقت في العلاج ومتابعة. برغم التحكم في التحليل والوظائف بتاعت الغدة عند العيان، إلا أن بعد فترة بتستمر برضك الأجسام المضادة إنها بتهاجم العين، ده اللي بتأدي إلى الجحوظ زي ما كانت عند المرحومة أم كلثوم. الكسل لأ، مش سهل شوية التحكم فيه، إن احنا نقدر نتحكم في وظيفة الغدة ونبتدي ندي الهرمون اللي ابتدى يقل في الغدة أو لأنها ابتدت تموت بسبب الأجسام اللي هاجمتها. مجرد ما بنظبط التحليل بيرجع الانسان طبيعي جدا لحياته وكأن ما عندوش اي حاجه. نرجع تاني، ايه الامراض يا دكتور اللي تسبب، يعني علاقه السكر مثلا بالغده، علاقه الغده بتؤدي الى زياده الوزن ولا الواحد يخس؟ خلينا نبتدي بالسؤال الاسهل الذي هو الوزن. القاعده العامه، لما يبقى فيه انخفاض في كفاءه الغده، كسل الغده، الوزن يتجه الى الارتفاع. وبالتالي جزء من بروتوكول علاج السمنه ان احنا نكشف على وظائف الغده، بحيث ان لو كانت الغده كسلانه يتجه الطبيب الى علاج الكسل بالعلاج التعويضي اللي الدكتوره رشا اشارت اليه. الجزء الخاص بالنشاط، نشاط الغده وتأثيره على الوزن، القاعدة العامة ان الوزن يقل، وبالتالي جزء من بروتوكول فحص المريض اللي بيخس، لما المريض يدخل على الطبيب والشكوى الأساسية تبقى ان وزن بيقل، احد الحاجات المهمة اللي يجب بحثها ودراستها دراسة وظائف الغدة الدرقية. وبالتالي النشاط الزائد يخسس الكسل، يزود الوزن. لكن اسمحي لي بس يعني عتاب بسيط للساده الزملاء
اللي بيشتغلوا في علاج السمنة، بنلاحظ انه كثير من المرضى اللي وزنهم زايد بيوكل الامر على الشماعة الشهيرة التي هي الغدة. بمعنى ان وظائف الغدة كتحليل طبيعي 100%، والعيان ما بيخسش. نقوم نركن الامر ونقول اصل الغدة. الغدة ستكون مسؤولة عندما يكون هناك خلل في الوظيفة، عندما تقول التحاليل مؤكدة ان الغدة كسلان. فيما عدا ذلك لا مانع ان انا اقول والله المريض وزنه زايد وتحاليله بتاعه الغده سليمه، وانه ليس هناك مبرر طبي لان استخدم شماعه الغده. اذا عشان اجاوب حضرتك سؤالك بشكل قاطع، الكسل يؤدي الى زياده الوزن، النشاط الزايد يؤدي الى انخفاض الوزن، لكن مش كل ست ما بتخسش يبقى الغده هي السبب. هي السبب. هي السبب. عايزه اضيف بس فضل. حاجه الكلام دكتور محمد، بمناسبه الشماعه كتير جدا من دكاتره التخسيس فعلا بيعملوا حاجه كده طالعه موضه غريبه، وهي حاجه تحليل اسمه مقاومه الانسولين او الهوم اي ار. الحقيقه التحليل ده يعني انا مش شايفه له اي موضع من الاعراب. ايه اهميته؟ ملوش اي اهميه. العيان ممكن ببساطه جدا اعرف اذا كان عنده مقاومه انسولين ولا لا من علامات على جسمه، بيبان على شكل العيان وعلى علامات في جسمه. دي حاجة. تاني حاجة، أما يجي للعيان يقول لي أنا ما بخسش عشان عندي مقاومة إنسولين، فبرد أقول له لا، حضرتك عندك مقاومة إنسولين عشان حضرتك تخين. صح. مش العكس، يعني التخن هو اللي بيعمل. صح. مقاومة، مش المقاومة هي اللي بتعمل تخن. وده تصحيح للناس كتير، لأن ده فعلا مفهوم غلط عند ناس كتير. طب حضرتك، أنا سعيد بعد إذنك أن أسمع هذا الكلام من الدكتورة رشا، وده بيأكد لي أن أنا لا أعزف نغمة نشاز، لأنه هذا الكلام بيوترني كثيرا. يعني في مصر حاليا فيه وبائين، اسمحي لي استخدم هذه التعبيرات اللي قد تكون قاسيه، يعني وباء عمل فيتامين د لكل مواطن، ايوه، وباء عمل اختبار الهوما اي ار للبحث عن مقاومه الانسولين لكل مواطن. انا موافق على اللي قالته رشا مع حفظ الالقاب بشكل كامل، لانه عمل هذه الاختبارات نونسنس لا إلا إذا كان هناك مبرر لها، اختلالات في نسبة الكالسيوم في الدم، اختبار كثافة العظام بيقول كذا، نقوم ندور على فيتامين د. إنما عمل اختبار فيتامين د لكل من يدخل أي عيادة لأي طبيب، أنا الحقيقة مندهش. وكذلك اللي قالته الدكتورة رشا اللي هي حكاية مقاومة الإنسولين. نرجع لموضوعنا بقى بتاع الغدة. الأمراض ما هي الأمراض التي يكثر؟ حضرتك سألتيني السؤال الأولاني تفرعنا وما رجعنا لوش، ده سؤال مهم، الذي هو علاقة السكر بالغدة الدرقية. خلينا نقول أن السكر ليس مرضا واحدا، معلومة يعلمها القاسي والداني. السكر من النوع الأول، السكر من النوع الثاني، وأنواع. صح. أخرى. صح. مش هندخل في هذه الأكاديميات، لكن هنقول السكر من النوع الأول مرض في الأصل اختلال في الجهاز المناعي، ويتسبب عنه الإصابة بفيروس معين، والقابلية الوراثية هذا التدخل الثلاثي بيعمل السكر من النوع الأول. لأنه مناعي ولأن في مشكلة مناعية، فأي أمراض مناعية أخرى ممكن تحصل في نفس هذا الشخص، ومن ضمنها اختلالات الغدة الدرقية. وبالتالي يكثر وجود خلل في وظائف الغدة الدرقية في مرضى السكر من النوع الأول. وبالتالي جزء أساسي من بروتوكول علاج مريض السكر من النوع الأول لازم حتما الطبيب المعالج يعمل له بشكل دوري اختبار الغدة الدرقية. السكر من النوع الثاني أيضا يكثر وجود اختلالات الغدة الدرقية، بس مش بنفس درجة القوة مع السكر من النوع الأول. الاثنين أمراض شائعة يكثر أن يتواجدا مع بعض، لكن العلاقة مؤكدة، وثيقة منتشرة شائعة ما بين مرض السكر من النوع الأول واختلالات وظائف الغدة الدرقية، خاصة كسل الغدة الدرقية.